عسليم. عسليمة. سبا. الحمد لله. مدام شنو حويلك في الطقس الجميل هذا؟ هو الطقس توا اليوم محليخ في شويه نسمه، اما كانت سخانه اللطف الحمد لله. الحمد لله يا ربي تعديت على خير وتعديت سلامين. لقحت ولا لقحت؟ هيا باهي الحمد لله، وان شاء الله اللي ما لقحش يمشي لقح. يلزمهم يلقحوا، يلزم ما فهمش تحمي روحك كان بالتلقيح. كاو الحمد لله ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله يا رب. به اليوم السوجي نتاعنا حساس برشا، السوجي نتاعنا نجم يمس اي مرأة تونسيه، ينجم حتى لو كان انت ماكش في نفس السيتوياسيون اللي تعيش بها المراه هذيك، اما تنجم تتاثر معاها وتنجم تعطي فيها رايك. اليوم نحكيو على النساء المعارسين اللي رجالهم تخونهم، لكن بالاخص كيفاش طفله تعرف راجل معرس وتمشي يعني ما نعرفش تصوحبه ولا تحكي معاه ولا يعني تحاول انها تفكه من مرته وصغاره. دونك مدام لو كنت تعطيني رايك في الموضوع هذا. والله شو نقول لك، هي حاله ولات برشا ما فماش راجل معرس ما عندوش صاحبه، هذا الحال ديزورمي. انا حاجه ولات في تونس حاجه كيف نقولوا احنا البرستيج، هكا حكايه تبع كرهبه مزيانه ولا حكايه لازم تكون عنده صاحبه. دونك بون شويه من الله شويه من عبد الله كما يقولوا، والبنات ما خليتش البنات مادام انسان معرس وراجل معرس دونك زيد ما عنده وين يجرى نزوه وتتعدى. كان جات تفهم الطفله راهي تفهمت روحها. دونك كان من الاول تفهم روحك وتهز روحك كيما انت راجل معرس، كان ما لقاش تجاوب من الطرف الاخر راهي ما تمدتش الافه هذه وما زادتش ديزورمي زادت. وكما قلت لك المجتمع التونسي ولا هكا اون في كوم سا فهمتني، والمراه المعرسه هي اللي تتلهى بكل شيء، مسؤوله على الدار وعلى الصغار وعلى الميناج وعلى القضيه برا في خدمتها فهمتني. والراجل هاكا يجي ما يحبش مشاكل ما يحبش، وهاكا عنده الانترنت الفيسبوك، الفيسبوك هو اللي قضى على المجتمع التونسي بصراحه تامه. المراه كيفاش لازمها ساعه كيفاش باش تفيق هي اللي راجلها ماهوش معاها، اللي راجلها كاريمون قاعد مع طفلها؟ هذيك فيها برشا زاد باش نرجعوا باش نقول اسمعني، هما فما رجال كيما نقولوا احنا دوده سامحني في الكلمه، من عند ربي ما يرضاش بكامل، معناها تشعلش المراه يدها شمع ما زيت فهمتني، توليش عنده بدر البدور اليزابيث تايلور احنا نقولوا ملكة جمال العالم مشيتو. فما رجال لقاو نقص في نساهم الله غالب التزوا المراه زيدة، مش معناها راهي هي فوتيف، اما المراه من كثره المسؤوليات نتاعها نقصت شويه من واجبها مع رجلها. دونك افكتيفمون الراجل يغير خاطر مش تلهي اكثر بدارها وبصغارها مش تهملو هو، دونك يولي يلوج على روحه هو لبرا فهمتني. لكن كي نغزروا للموضوع هذا من منظور اخر، كي نشوفوا اللي اوكي تنجم تكون المراه غالطه، ينجم يكون الراجل غلط، لكن الطرف الثالث اللي هو الطفله الثالثه اللي تجاوبت اللي تعرف اللي هو متزوج، لكن ما رجعتهاش اللي تسمى ميشونسيتي، خبث خبث ويرجع لها نهار اخر، خاطر ربي ما سلمش يهمل ولا يمهل، يمهل ولا يهمل. يعني انت اللي عملته في غيرك ربي مش يرجع لك. مع ان ما نقولوا هي حكايه توعيه، حكايه شخصيه مبادئ فهمتني. كان انت من الاول عندك دي برانسيب اللي انت ما تصاحبش راجل معرس راهي ديجا ظاهره قلت على الاخر. لكن هي اليوم ماهيش تو ما عادش قال خاطر فما نساء بدات حرام، احنا نقولوا شو كان بدات حرام واخرتهم معروفه شنو. انت متزوجه؟ لا ماكش متزوجه. لو كان صارت لك الحكايه جاوني ديما الحكايه هذوما كل موجودين، ما يجيش كرش معاك تقول لك وي ذا بروبليم، تظهر انت المعقده وانت شبيك وانت معقده من الرجال وانت درشنيه وانت درشنيه. وكي تقول لهم كي انتم معناها كي نحكيو في السوجي هذا ان الراجل مسكين. ان الراجل ما خف مرته مع عامله فيه ومرته درشنيه مش لاهيه بيا وانا ما حبيتهاش وزواج تقليدي ويكب ساعدها المراه مسكينه سخفت ولا فهمتني، هو يولي مسكين انا يولي عندي حق يولي الونج هو شبيك هو مسكين الغالب هو ضحيه باش يولي لك. دونك ربي يخلصك هاو. فما وحده حكينا معاها قبل كانت تقول اللي تلقاهم صحب وتلقاها معرس وعنده صغاره وتلقاه يصرف على صاحبته ومرته وصغاره. ليه؟ مرته وصغاره ليه ما عنديش مثلا؟ علاش حسب رايك؟ خاطر الاخرى عندها البديل. والمرأة ما عندهاش هذاك الحال هذاك الموجود. والمرأة قبلت زادة باش تعيش هكاك، انت ما معطاكش مصروف كل شيء ما تسكتش. احنا علاش العنف تمادى ضد المرأة والمسؤولية ولات اكثر على المرأة؟ علاش باش تهني على روحها
وكما يقولوا راجل ولا حيط ولا شنو، ويعطيهم حيط يهد على روسهم يعني في الكلمه. دونك المراه من الاول ترضى بالعيشه كما كيكه والا لا؟ مش راضيه اختي، يشوف الحلول القانونيه وبما يرضي الله كما يقولوا. ما لقيتش حل، هذا هو راجلك ما يتصلحش صاي بعديه. نحن توا عندنا ثلاثه حاجات، عندنا المراه الزوج، عندنا الزوج، عندنا الطرف الثالث. في هذا الكل وفي الحكايه هذه الكل الصغار هما الطرف الرابع، هذوما نورمال مو الطرف الثالث بعد الزوج والزوجه، يجيو الصغار وبعد يجي الطرف الرابع اللي هي هذاك النبات الطفيلي اللي انا نسميه النبات الطفيلي اللي يطفل على حياه العباد واللي ما يحترمش الحياه الزوجيه نتاع العباد. دونك هذايا في هذوما الكل شكون نحطوا اللوم عليه اكثر واحد تو في هذوما الكل؟ كل مقصر. والله انت والحاله ما تنجمش تقول راه خاطر المراه ما نتصورش كمش تهد دارها، اللهم كان مراه حشك معناها مش نظيفه ولا حكايه فهمت، مش هي بروح، خاطر الراجل ديما عينه زيغه ويحب يشوف المراه نتاعو ولو عندها معناها مسؤوليات وخدمه وصغار وكل شيء، اما لفان جورني يلزم مرته تكون قاده روحها وعشاء طايب يا سي قبل تقدين فهمتني. اما فما ضحيه اخرى بالحق اللي هي الصغار واللي هو مجتمع زاد ما يرحمكش كي انت سي تي فاكيتي تا فامي وتوني بو والكل اش باش يقول عليك معناها المجتمع، باش يقولوا عليك امراه مطلقه ودرشنيه. دونك المراه ترضى في الاخر وتسكت وتسكت، هذيك اكثر حاجه تقول لك لازمني نحافظ ولا والمثل يدور ويرجع لي والمثل الشهير اللي صبرت دارها عمرت. لا هذه صبرت دارها عمرت، والله غالب ذاك مجتمعنا صحيح معناها تو اللي صبرت دارها عمرت. فما برشا عبيدة ما هي الاسيوم بعتالي راه الاسيوم كل شيء، انت قابله بالوضع بلا ما عادش تتشكى سكت على روح، كانت مش قابله اخرج كهو. فما صغار زاد يقول لك ما نحبش مرا ما مطلقه، يقعدوا يعايروا فيا صحابي فما راه كي من هكا شو تعمل. دونك يفو شوازير، يفو بيان شوازير من الاول البارتنير اول حاجه، وحتى الله غالب حتى كونت شوازي وباهي من الاول يتبدل يا خويا فما نقاش كيما لي زوروبيا سان با مارشي كل واحد انكيت هذيك هو. توا نصيحه باش تعطيها للطرف الرابع اللي حكينا عليه هذاك المتطفل يعني البنوت هذوك اللي ما يحشموش اش نقول لكم، فما ربي الفوق ويخلص كهو. وحشموا على رويحكم ياسر كثرتوا لها الحق كثروا لها ولا ما كثروا من ديننا، حتى اصلا مش من ديننا ومش من عوايدنا مش من تربيتنا ساعات كل شيء ما تربيناش هكا صحيح، ما فكوش حاجه تغيرنا عمرنا ما نفك اللي ليك ليك واللي خاتيك حاجه نتاعك نتاع غيرك ما تغزر لهاش.